اهدي اهدي يا مدام داليا. اهدى انت. اهدي بس، في ايه اللي حصل؟ في ايه؟ والله احنا اتفقنا على كده قبل الجواز، لا مقدر ولا مقدر شغلي. لا صلاح عمره ما يقدر ظروف حد ابدا. ضواطي عيطي يا اختي، عيطي، خرجي خرجي كل اللي جواكي يا اختي. العياط حلو برضه، العياط حلو يا مدام داليا، عيطي عيطي. اهدي بقى اهدي بقى اهدى انت. معلش معلش فرصه سعيده، انا اسفه دي عملته بس بصراحه صلاح ده ابن كلب قوي يعني. عيطي يا اختي. اهدى يا رشدي، اهدى وخليك ريلاكس وارتخي. بلاش الكلمه دي بتوترني، فاهم؟ بتوترني. علاجك عندي بس انا عاوزك تشد حيلك. انا عارف شد حيلي، كنت جيت لك عندي برضه. انا عاوزك تركز على الجوانب الايجابيه الملهمه. بص على الاشجار العاليه، عواميد النور المغروزه في الارض، تامل بريمه البترول وهي بتضرب في الارض وبتطلع جاز. انا اللي جبت جاز يا حمدي. هي دي المشاعر السلبيه اللي قطمه وسطك. حفز نفسك، ارفع معنوياتك. عايزك تتخيل اوضه النوم دي غابه وانت طرزان. يعني ايه؟ هتطوح على النجف بتاع البيت وتنزل على شيتة تقطعها بسنانك. قول الكلام انت قلته ده تاني. تنزل على شيتة تقطعها بسنانك. تصدق الكلام بتاعك جاب نتيجة؟ واهم شيء في العلاج التدريبات. تدريبات؟ تدريبات ايه دي بقى؟ تطلع السلم وتنزل كل يوم 4 مرات. عم روح، ده انا بنهج وانا طالع بالاسانسير. ما هو لو طلعت السلم كل يوم 4 مرات من غير ما تنهج هتحس ان قلبك قوي واعصابك شدت وركبك بقت حديد. وتبلبح حبايه من الدواء ده قبل المعركه. الحبايه دي هفولها اكيد يعني؟ انك بلعت رصاصه. رصاصه؟ الله يرحمك يا نهلة. مساء الخير يا مدام. الف الف مبروك على الشقه الجديده، ويا رب تكون يا رب تكون ادب السعد عليكم. ميرسي. انا منشي جاركم في الدور الرابع ومخرج اعلانات، وكنت حابب كنت حابب اتعرف على الاستاذ عمر. اه طبعا، قوي قوي، اخيرا يا رب العمر فيها راجل يا عمر. ايه في يا استاذ؟ مش معقول. ايه في ايه؟ مش معقول. في ايه؟ نفس الحواجب، نفس الدعم. ايه ده ايه ده؟ ولا في ايه؟ مش معقول، مش معقول. ايه اللي مش معقول؟ مين ده؟ انا نفس كل حاجته ده. صاحبي الله يرحمه. الله يرحمه، هو مات؟ لا، فركشنا امبارح. اعوذ بالله. بس تصدق، صدق اللي قال، اللي جاي احسن من اللي راح. ومن جد وجد، ومن زرع حصد، والكل مجتهد نصيب. مش هتقول اتفضل بقى يا استاذ عمر؟ سلمى. والله يا مدام سلمى انا مستعجل، بس لازم لازم ادي لحضرتك بوكيه الورد الجميل دوت، ويا رب يا رب يا رب تكون ادم السعد عليكم وعليا. نهار اسود، امسك بقى. انا اسيب العماره الثانيه عشان فيها ستات؟ اجي هنا الاقي ستات ورجاله؟ انا لازم اعزل من العماره دي والنهارده بقى. شوف بقى ابن ال... عيب عيب عمر، سيب الزفت ده، انا بكلمك عايز اعزل النهارده. انت عبيطه يا بنتي، ما تخليكي واثقه في نفسك شويه. انت ليه هزق كده؟ انا هزق يا عمر؟ لا معلش بقى، انا واثقه في نفسي كويس قوي. انت اللي غاوي تعيش وسط الناس زباله، عارف ليه؟ لان الزباله ما تستريحش الا وسط الزباله اللي زيها. بالظبط، عشان كده انا مستريح معاكي. انا زباله يا عمر؟ ايه الحوار الزباله ده؟ طب ورحمه بابا ما انا قاعده لك فيها. راح فين؟ نايمين جنب بعض وكل واحد فينا في دنيا غير التاني. انت دايما حاسه ان انا لسه بخونك. والله ما خنتك ولا حتى فكرت، بس ما بقتش تحبني. انا طول عمري بحبك، بس انت اتغيرتي بعد الجواز. معقول انت سلمى؟ معقول انت عمر؟ دي السعاده اللي وعدتني بيها طول العمر، ربنا يهديك ليها. خلاص بقى يا عمر، ما تزعلش نفسك. سبحان الله،
ستات كتير جدا بيتعاملوا مع الجواز وكانه نهايه قصه الحب اللي كانت بينهم قبل ما يتجوزوا. ما تكبرش الموضوع كده، هو انت يعني اول ولا اخر واحد يتجوز؟ اضحك بقى. بقول لك انت وراك حاجه؟ لا ليه؟ طب ما تيجي نقعد مع بعض شويه في مكان غير الشركه. طيب اوكي يلا. بالراحه يا عمر بالراحه. خلينا نفك شويه بقى بدل الخناقه اللي انا فيها دي. يا نسوان يا خنيقه يا رجاله يا اولاد الكلب. وبتشتمي كمان يا قلت الادب؟ قول انت طالق. دي النيلة شوت 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 مش انت مش انت يلا جول 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 4-0 يا معلم 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 غيري غيري الزفت ده يا معلم حبيبك مين يا روح امك؟ تعبيطه بيت ولا ايه؟ ايه يا عمر مش قصدي غيري الزفت ده. طيب انا قصدي ان اغنيته حلوه بس. لا حلوه ولا زفت، انت عارف ان ده بيعصبني. بنفسي هو الواد ده ورايا ورايا؟ اقلبي اقلبي. انا مش فاهمه انت ظلمه كده ليه؟ ده حتى شبهك. شبهي؟ الواد ده شبه انا؟ بحواجبه دي؟ ولا شعر صدره اللي مصدره لنا طول الوقت؟ قلبي قلبي هو احلى على فكره. بتقولي حاجه؟ ايه ده يا حبيبتي؟ ده ايه ده؟ ما تحطيها في بقي احسن، حطيها في بقي. تحبي نقعد شهر بحاله لا ناكل ولا نشرب ونشتري العروسه؟ اهلا اهلا استاذ كامل. مراتي بنتي ناديه، انت راجل مسعد، ست لطيفه وبنت اموره. الدنيا ورايح بالي. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ يخرب بيتك انت خارج كده؟ راح صاحبي مات والدفنه بتاعته دلوقتي، سبت اللي في ايده وراح له جري. اللي في ايدك برضه يا واطي. لو محتاجني يبقى ملعون ابو صاحبي، صدق اللي قال الحي ابقى من الميت. امشي امشي يا كلب يا وسخ.